عطيني شويه الخبز اختي. لا مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من العاصمة الإسماعيلية مكناس. حنا الآن كنتواجدو في عين شبيك، هذا الحي اللي كتواجد فيه، أو عفوا هاد البركة اللي كنشوفو الآن كتواجد فيه واحد السيدة مسنة اللي كتبلغ تقريبا حسب أقوال الجيران 80 سنة فما فوق، اللي كتعاني من اضطرابات نفسية، فهي كتعيش هنايا بوحدها منذ سنين رغم أن عندها الأسرة ديالها اللي تخلاو عليها. الساكنة ديال هاد الحي اللي كيقولو فينايا يعني هنا كنشوفو قدامنا، كنشوفو هنا الفئران سيري ودي لعب معاه باش مابقاش يغوت. كنشوفو أن الفئران فوق البركة اللي كتعيش فيها، وحنا كنشوفو راه ما فين ماشيين ياك. يعني هنا الساكنة ديال الحي اللي غادي نهبطو ناخدم عندهم التصاريح، اللي بغاو شي جمعية ولا محسنين اللي يدخلو ويبنيو لها السيدة هادي أولا يديوها للمستشفى تعالج، فكيقولوا لا قدر الله تقدر في أي نهار تصبح ميتة وما يسوقولهاش الخبار حتى يشمو الريحة ديالها بحكم أنها كتعيش بوحدها. طبعا حنا كنشوفو أنها صورة غنية للتعبير أنها كتعيش في هاد البركة هادي، مع العلم أنها كتعاني من اضطرابات نفسية. هي ما كتبانش دابا؟ لا تتبان مرة لان علاش حنا اول مره فجينا هنا الناس غوتونا فجينا قالوا لنا الناس بان راه واحد المراه انها تتعايش ان الفئران وفهمتيني، ولكن الساكنه تيخافوا انه ولو الساكنه مهددين الوليدات وكذا شنو. حنا فجينا تفاجئنا لان لقينا حقا ان الفئران تتزول بواحد الحريه، هي شويه دابا تخرج. علاش؟ لان ربما تتسمعي الهضره تتخرج، وانها مسكينه ربما ان الناس تفكر ديال ان شي نهار تموت شي واحد ما يعرفش عليها، لان كما تشوفوا انها عايشه ربما كما تنقولوا قصدي راه شكي داير ها انت تخرج ربما نخرجوا على برا تشوفيها. صحيح حنا قبطه فاطمه زومي كيف ما كتشوفوا معنا، هي السيده المسنه اللي عايشه بوحدها في هذه البركه هذه، اللي كيقولوا الجيران لو يعني ربما يتقاضى الاجال ديالها وهي بوحدها فما غاديش يسيق لها حد الخبر حتى يقدروا انهم يشموا الريحه ديالها. او فكنشوفوا انا حالتها يعني صحيه، او لا كنشوفوا حوايجها مكرفسين مسخين فما عرفناهاش كيفاش كتعيش لداخل. فكيقولوا يعني سولناهم كيفاش هاد السيده يعني كيفاش كتعيش، كيقولوا فاش كتكلم كيسمعوها كتخسر غير الهضره او لا كتقول يعني كلام خارج عن الموضوع. فهما الرساله ديال هاد الجيران هادو او الهدف من هذا البث المباشر من يعني احنا لبينا النداء ديال الساكنه اللي كيطالبوا الجمعيات وكيطالبوا المحسنين وكيطالبوا اصحاب الضمائر الحيه انهم يدخلوا في الحاله ديال هاد السيده اللي هي كتعاني من اضطرابات نفسيه كيف ما سبق وقلت، وفي نفس الوقت كتعيش بوحدها. غنهبطوا ناخذوا تصاريح ديال الجيران. زيد معايا الله يخليك لا تفل دان. مشاهدي قناة شوف تي في، خليكم معنا في انتظار اننا نوصلوا لتحت. فطبعا احنا لبينا النداء ديال الساكنة اللي طلبات من القناة انها توصل القصة ديال هاد السيدة المسنة اللي كتعاني من اضطرابات نفسية وكتعيش تشرد وكتعيش بوحدها، فلو قدر الله غدا بعدو يتقاضى الاجال ديالها ما كاينش اللي غادي يسوق لها الخبر. نشوفوا اول خويا تكلمنا، انت انا اتصلتوا بالقناه وبغيتوا تتكلموا على هذه الحاله، شنو المشكل ديال السيده فاطمه؟ اولا ثانيا تنشكرك، لان علاش؟ لان احنا اولا ثانيا فاش غوتوا لنا هاد الناس وجينا لهنا حنا كيوتيوبرز، حنا منين جينا لهنا فاطمه الزهراء ان الناس تواصلت معنا وكانوا الناس يعانيو. لان علاش؟ لان انهم تيقولوا بان الطوبه تتهددهم الوليدات ديالهم، وان فهمتيني ان المراه الا شتوا ان منها تخرج انها امراه مسنه وانها تتقول شي هضره انها مخله للحياه، وربما ان كما تشوفي ان الناس يكونوا جالسين مع وليداتهم، وكما تنعرفوا ان العائلات بقى هنا في حي الشعبي تكونوا مجموعين، ولكن بفضل التعايش اللي عايشوها لسنوات علاش ان المراه بقاو تعتبروها بحال واحد الام ديالهم او الاخت ديالهم. ولكن اختي فاطمه الزهراء علاش؟ لان الناس لان كما شتي قبيله شتي صوره مباشره كما اننا حنا كالناس تواصلوا معنا وغوت لك ان في الحقيقه حنا ماشي ان ولكن تعاطفا مع هذه المراه، لان هذه المراه هذه بقات فينا وحاولنا اننا نغوتوا لك ودرنا لهم فيديو تاعنا. علاش؟ لان الساكنه وليداتهم انهم تيكونوا مهدين كما قالوا ان الطوبه تدخل الشارع، ان
كما مع امراه انها شويه كما تنقولوا انها مسكينه ما تعرفش شنو تدير تخرج حاجه الماء ديالها تدير اي حاجه الغائط ديالها تترمي في الزنقه وما تعرفش شنو تدير. هنا قلت لي يعني انتم خايفين كجيران خايفين لاباري يعني والامانه يدي امانته وما يسوق لها حد الاخبار حتى يعني حتى تقدروا انكم انك تشوفوها كتحل الباب ربما اختي فاطمه الزهراء منعها تخرج ربما غادي يكونوا غتخسر الهضره ربما يكون تفضل كنا تنقول لك ان نهار فاش جينا اختي فاطمه الزهراء علاش بان هي هذه المراه هذه كما تتعرفوا بان شنو حنا جينا اليوم علاش باش اننا علاش باش واحد النهار مسكينه طرا لها شي حاجه وتنقول لكم لا حول ولا قوه كما تشوفي على المباشر ان المراه مسكينه مراه كبيره حنا كما قلت لك اختي فاطمه الزهراء وحنا دائما بالتواصل مع الناس ديال الساكنه هنا فاش تواصلوا معنا تفاجئنا كذلك بحال كنتي اليوم تفاجئتي ان فاش جينا لا حول ولا قوه بالله ان امراه ربما واحد النهار تموت وحتى واحد ما يعرف لها شنو كاين. حنا تنتمناو من جمعيه كجمعيه كاين في عيش بيك انها تدخل اليوم وتجي لهنا انهم شنو يديروا لها ولو انه يحاولوا ان يبنيوا لها. شنو هي رسالتكم انتم كساكنه اجي معايا هنايا؟ بالنسبه لنا حنا كما قلت لك فاطمه الزهراء اخت فاطمه الزهراء اننا فاش النهار فاش جينا الاولى الساكنه ان شنو قالت لنا ان هذه المراه هذه بغاو لها ان مثلا يعالجوها ان يجيو بنيو لها جمعيات ان بنيو كما تشوفي راك شتي على المباشر ان عندها القزير هذيك القزير اجل السقوط في اي وقيته يقدر يقتل اي وحده ولا سيما امراه كبيره الا طاح لها راه تقدر تموت. رسالة